اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامجكم نهج البلاغة. ما زلنا في عهده عليه السلام إلى مالك الأشتر العامل الذي ولاه على مصر رضوان الله عليه. قال الإمام لمالك: وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك. إياك ومساماة الله في عظمته أو التشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار ويهين كل مختال. الإمام صلوات الله عليه عالم وعارف بالنفوس البشرية ولا سيما الحكام منهم. يقول الإمام لعامله الذي ولاه على مصر: إذا سبب لك السلطان، سببت لك الولاية، سبب لك الحكم، وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، يعني صار عندك كبر، أبهة الكبر، المخيلة الخيلاء، كبرياء، العجب بالنفس، تكبر، الاستطالة على الآخرين، وهذا وارد وفي كثير من الحكام. الكثير من الحكام يصابون بهذا الداء. أيضا الإمام صلوات الله عليه في نهج البلاغة يقول: من ملك استأثر. استأثر يعني استبد، يكون شعار أنا والطوفان من بعدي. فهذا طبيعي يصابون به الولاة والحكام والسلاطين، الأبهة والمخيلة يصابون بهذا الداء، هو داء الكبر والكبرياء والعظمة والعجب. طبعا هناك فرق بين العجب والكبر. العجب هو عجب المرء بنفسه، إنسان يتعجب بروحه. الكبر ظهور ذلك العجب على المحيا، يعني على الناس، على الآخرين. ولذلك يقولون العجب بالنفس هو أول الكبر، يعني الإنسان بالبداية يشوف روحه أنه عظيم، بعدين هذا العجب يوديه إلى ظهور ذلك العجب على المحيا، على الآخرين، يقوم يتكبر على الناس. الإمام صلوات الله عليه يعالج هذا النتوء الذي يصاب به الوالي، يقول له: وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، شنو العلاج؟ فانظر إلى عظم ملك الله فوقك. شوف
ملك الله تعالى اللي فوقك. الله يقدس روحه للشيخ محمد جواد مغني طيب الله ثراه، لما يمر على واحدة من عبائر نهج البلاغة في شرحه في ظلال نهج البلاغة يقول: إلى الآن اكتشف من 200 إلى 400 مليار نجم فقط في سكة التبانة، يعني مجموعتنا الشمسية، من بلايين بلايين النجوم، بليون مليون مليون أمريكي سحولة، بليون بالباء. هذه عظمة الله تعالى، والكثير من المجرات والكثير من الأجرام السماوية التي لا يطلع عليها أحد ولا يعرفها أحد. فالإمام يقول للمالك: أنت إذا أصبت بذلك الداء انظر إلى عظم ملك الله فوقك، فإن النفس إذا نظرت إلى ما هو أعظم منها صغرت واستصغرت ما هي فيه وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. شنو يعني؟ يعني الله تعالى قادر عليك وأقوى منك حتى على نفسك، قادر على أن يمرضك، قادر على أن يخليك فقير، قادر على أن يموتك، قادر على أن يصنع بك أشياء أنت لا تستطيع صنعها ولا تستطيع الإتيان بها وإن كنت على نفسك. وليكن، الله تعالى هو قادر على التصرف بك حتى من نفسك، وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. الإمام من بعد ذلك يقول له: فإن ذلك يطامن إليك من طماحك. شنو يعني يطامن إليك من طماحك؟ يعني ذلك النظر والتفكر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك. إذا انظرت وتفكرت إلى هذين الأمرين يطامن إليك ذلك التفكر والنظر، يطامن إليك من طماحك. شنو يعني يطامن إليك من طماحك؟ يطامن يعني يخفض طماحك، يعني ارتفاعك، يعني كبرك. فإن ذلك النظر والتفكر يطامن يخفض إليك من طماحك بعد، ويكف عنك من غربك. شنو يعني ويكف عنك من غربك؟ يعني ويمنع عنك من حدتك. غربك يعني حدتك، يعني حدة تعظيمك لنفسك. بعد، ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك. ويفيء يعني ويرجع من الرجوع، ما أفاء يعني ما أرجع. ويفيء إليك يعني ذلك النظر والتفكر إلى عظم ملك الله فوقك سيفيء إليك بما عزب، يعني بما ذهب عنك من عقلك. فاصل قصير وللحديث تتمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام صلوات الله عليه يقول لمالك في عهده العظيم والمشهور والكبير: إياك ومساماة الله في عظمته أو التشبه به في جبروته، فإن الله يذل كل جبار
ويهين كل مختال. يعني إياك يا مالك، أحذرك يا مالك ومساماة الله. المساماة يعني المباراة في العلو والسمو. لا يليق بالإنسان أن يتشبه بالله تعالى، لأنه كائن ضعيف، وبعض الأفعال التي تصدر من الرئيس أو من الحاكم فيها تشبه لله تعالى. ومن أنت؟ لأن بعضهم يقول أنا والطوفان من بعدي، أني اللي أفتهم، وأني اللي يكون أطاع، وأني اللي أأمر. الإمام صلوات الله عليه يكتب لعامله مالك الأشتر رضوان الله عليه، يقول له إياك ومساماة الله في عظمته، أو التشبه به في جبروته. هناك أمور مختصة بالله تعالى وليس للإنسان فيها نصيب. العظمة لله تعالى، التجبر لله تعالى. الله تعالى جبارا، نعم جبارا في ملكه، له ملك، لكن الإنسان ليس لديه ملك. فإذا ملك الإنسان شيء ولا سيما الحاكم فكله يعود لله تعالى. بعدين هذا ملك آني غير دائم زائل، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. فإن الله يذل كل جبار، الله تعالى يذل الجبارين، يقهرهم، يكرههم على ما لا يريدون، يخليه يفعل أشياء قبيحة. ذلك الجبار الذي تسلط وقال أنا والطوفان من بعدي، الله تعالى يكره ذلك الجبار على ما لا يحب، ويهين كل مختال. الله تعالى يحقر ويصغر كل مختال، كل متكبر، كل معجب بنفسه، لأن التواضع يليق بالعبد، التكبر لا يليق بالعبد. التواضع يحتاجه العبد مهما كان رفيعا. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، اقرأ في نهج البلاغة، الإمام علي عليه السلام لما يتكلم على بعض الأنبياء ويتكلم على النبي صلى الله عليه وآله، انظر يقول ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله يأكل على الأرض وهو يملك رقعة واسعة من الأرض، حكم البلدان وحكم العباد، وطأطأ عروش قيصر وكسرى. شوف القيادة الحقيقية اللي أرادتها السماء، يدخل إعرابي على النبي صلى الله عليه وآله، يقول فارتعدت فرائص هذا الإعرابي لهيبة النبي صلى الله عليه وآله، شاف النبي فأصابته الهيبة. النبي صلى الله عليه وآله قال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، وإذا شفتني يعني أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. التواضع نعمة لا يفطل لها حاسد. يقول الإمام علي صلوات الله عليه في نهج البلاغة وبالتواضع تتم النعمة. ليش وبالتواضع تتم النعمة؟ ليش تتم النعم بالتواضع؟ ليش؟
لأن الله تعالى يحب المتواضعين، والناس كذلك تحب المتواضع. وأي نعمة أتم من هذه النعمة؟ هي حب الله للعبد وحب الناس للعبد. الإنسان ما يلوق للفخر، ما يلوق للعجب، ما يلوق للتكبر. الله تعالى يذله ويهينه. قال يا داود إن أقرب الناس إلي يوم القيامة منه المتواضعون، وأبعد الناس عني يوم القيامة. مضمون الحديث المتكبرون، أبعد الناس عن الله تعالى هم المتكبرون. الإمام علي صلوات الله عليه في نهج البلاغة في الخطبة القاصعة يبين لماذا أخرج الله تعالى إبليس من الجنة، لأنه تكبر على آدم، لم يسجد لآدم. والإمام يبين يقول وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة. الإمام يبين يقول وما كان الله ليدخل الجنة أحدا بأمر أخرج به منها ملكا. الله تعالى عند أمر المتكبرين يطلعون من الجنة، إبليس تكبر أخرجه من الجنة، فعند أمر فلا يدخل الجنة المتكبرين. ليش؟ لأن هو عند أمر طلع المتكبرين من الجنة، فدخول بعد ما إلهم. وما كان الله ليدخل الجنة أحدا بأمر أخرج به منها ملكا فإن الله يذل كل جبار. الله تعالى ما يحب الجبارين. وشفتوا أنتوا إبليس كيف انذل. فرعون قال أنا الله. أين فرعون؟ مما يروى يوم من الأيام يقولون إبليس دق الباب على فرعون. فرعون قال من؟ جاوبه إبليس، قال له شلون تقول أني الله وما تدري منه بالباب؟ شلون ذل؟ شلون إهانة؟ شلون تسليط الظالمين على الظالمين؟ الخلاصة الله تعالى يذل الجبارين ويهين المتكبرين، لا يحبهم بل يهينهم ويضعفهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. على أمل اللقاء في برنامجكم نهج البلاغة في الحلقة القادمة.